طيب يقول المايك طافي صحيح مش على المايك طافي؟ يقول ما في ولا مايك طافي. قاعد يشوفون قاعد يشوفون يقول ما في ولا مايك طافي. طيب اعطوني من المجموعه القادح الحين اللي بابا ما حد قادح كل ما يجون يخسرون منو؟ تعال يا نواف بن فرزان تعال. حتى مجموعتك قاعد الحين يروحون ها؟ لقموا خصم. خصم عليهم وعلينا كلنا. لا عليهم هم. حتى يا اخي ما له داعي. اخوياك يا ولد خوة تلزم. طيب. احنا نبغى نفوز ذي الحين. طيب. السؤال وش السؤال يا مشعل اعطني اياه باذن بالله. اللهم لا سهل وجعلت وسهل. لا عشان انا ما لخبط عندي خيارات انا هنا. طيب طيب جاهز السؤال؟ السؤال يقول لك عرضوا السؤال على الشاشة. في أي مكان يوجد جسر الميدريج؟ لبنان، الأردن، سوريا. خمسة الأردن. قال قال وشو؟ الأردن. ألف ألف مبروك إجابة خاطئة. ما فيكم منفعة. شفيكم شباب؟ شفيكم شباب؟ وينه؟ شفيكم شباب ليه؟ لو نزل كامل ممكن تجيك المعلومة. تفضل. ها؟ ما أنبخك بذي. لا لا. ربي ما عرفت الهند. رحنا. هل باقي الأردن؟ طيب. شوف سؤال 17. ايه سؤال 17 جهزوا لي على الشاشة. طيب 17 17 ايوه 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 صوت يا شباب صوت يا شباب استريحوا يا شباب شباب استريحوا. طبعا مجموعة القادحين كل شوي يطلع واحد ويرجع يدخل واحد. اي واحد طلع مع الباب ترى انخصم عليه. الكاميرا هذيك موجودة على الباب. اي واحد طلع مع الباب انخصم عليه من اي مجموعه. اي واحد اسمعوني قول يا الله ترى اللي يطلع من نص الفقره. انت بديت الفقره صح خلصت جلست هنا وخلصت سؤالك وجاوبت او جاوبت خطا رحت جلست تطلع برا ما يصير. وش الضروره؟ تمام اعطوني المجموعه هذه منهم المطانيخ. طيب منو؟ تعال تعال يا ابو صقر تعال. زهلني. جاهز؟ جاهز الله الله اكيد الله الله. طيب مناحي شاقوتك هاي هاي الراس. يلا السؤال يقول لك جاهز السؤال مشعل رقم 17. كم يبلغ طول برج ايفل في فرنسا؟ 324 322 343. معك 15 ثانيه للاجابه. ابدا التايمر. صوت يا شباب 324 324. طيب نقول لك ألف ألف مبروك وما كان ودي للأمانة. لا أمزح كان إجابة صحيحة تستاهل. أنا الطيب أزروني. قويين يا ولد قويين يا عيال. ليش أنتم بردين؟ ما بكم ولا واحد عنده ثقافة ثقف ما هو يا رجال خلعنا. طيب الآن عندنا مجموعة منو؟ المطاليق. اعطوني تعال يا بندر 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 العسام تمغر تعال تعال. جاهز يا بندر جاهز؟ شيك معصب قول كذا كذا سوي كذا. لا لا وقف 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 هنا وقف هنا وقف هنا وقف كذا كذا وخلي وجهك علي.
وجهك علي يا ولد وجهك علي. خلاص لا تسوي شيء. اجلس. سو ليتس جو كذا عشان. هذا اخويكم نايم للحين. تعال تعال قدام تعال. تعال تعال قدام تعال. تعال قدام. طيب السؤال كم رقمه؟ لا اعطوني 18. طيب اعطوني 19 يقول لك ما هي؟ ما هي عملة إيطاليا قبل اليورو؟ معك فرنك. وشي؟ الفرنك الثالثة. الفرنك؟ نقول لك ألف مبروك إجابة خاطئة. إذا تبغاني أحبك تكلم عن الجنة. على خشمي الإجابة طال عمركم الليرة. قبل اليورو كانت الليرة. متأكد؟ أنا كنت بسأل بنفسي يا باسم. أنا كنت بسأل بنفسي. أيوة. شوف 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 اسمع اسمع. قاعد الحين عطوني منو؟